أوستن باتلر، لربما ارتبط هذا الاسم مؤخراً بالنجم الراحل إلفيس بريسلي بعد أن تقمص دوره في فيلم سيرته الذاتية، لكن هذا النجم الشاب يمتلك سجلاً من النجاحات كان قد بدأها في سن مبكرة من عرض جاءه بالصدفة، فما قصته؟ ولد أوستن روبرت باتلر عام 1990 في ولاية كاليفورنيا، وشغف بالشاشة منذ صغره، حيث تابع الأفلام بجميع أنواعها قبل أن تصادفه أهم فرص عمره وهو في 13، عندما عرضت عليه شركة تمثيل العمل ليدخل في صناعة الترفيه. في ضوء ذلك بدأ باتلر في تلقي دروس التمثيل فيما كان يعزف فعلاً على الجيتار، وفي عام 2004 حصل على فرصة للظهور في برنامج Ned's Declassified School Survival Guide لمدة موسمين، فيما ظهر كضيف شرف في عروض تلفزيونية مثل هانا مونتانا وآي كارلي، قبل أن تبدأ مسيرته الاحترافية بشكل فعلي مع دور جيمس جاريت في الكوميديا التلفزيونية زوي 101. في عام 2009 ظهر باتلر في فيلم لأول مرة عندما قام بدور رئيسي في Aliens in the Attic. بعد ذلك انهالت على باتلر العروض وظهر في العديد من الأفلام الرائجة مثل Wizards of the Waverly Place و Life Unexpected، لكن مسيرته تعثرت في عام 2014 حيث دخل في حالة من الاكتئاب بعد وفاة والدته التي كانت تصارع مرض السرطان. قام باتلر بأعمال عديدة خلال السنوات اللاحقة، لكن الحالة النفسية التي مر بها وزياراته للعيادات الطبية بشكل متكرر جعلته متأخراً نوعاً ما، لكنه تمكن من متابعة الطريق في عام 2019 عندما ظهر لأول مرة في هوليوود مع أدائه دور تيكس واتسون أحد أفراد عائلة مانسون في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، حيث قدم أداءً مرضياً. الاختراق الأهم في مسيرة باتلر حدث في عام 2022 عندما حصل على دور البطل في فيلم السيرة الذاتية لإلفيس بريسلي بعد اختبار له على البيانو وهو يغني Unchained Melody، فبعد آدائه المذهل فاز بجائزة جولدن جلوب وجائزة بافتا للأفلام، كما حصل على ترشيح لأفضل ممثل من جوائز الأوسكار. بعد ذلك حقق باتلر نجاحاً جديداً على الشاشة الكبيرة بمشاركته بطولة فيلم The Bike Riders الذي عرض لأول مرة في مهرجان تيلورايد السينمائي. خلال مسيرته الفنية كان باتلر قد عمل في عدة مسارات بين أن يكون عارضاً أو عازفاً أو فناناً، لكن أداءه التمثيلي كان دائماً طاغياً مع رصيد يتجاوز 14 فيلماً ناجحاً ساعدته على صنع ثروة تقدر بنحو 4 ملايين دولار، وحولته من طفل حالم يظهر على شاشات التلفاز إلى بطل حقيقي على الشاشة الكبيرة.